ضحايا مدنيون في غارات للاحتلال التركي استهدفت البنية التحتية والمنشآت الخدمية والخاصة بشمال شرق سوريا. بالتزامن مع مظاهرات منددة، الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تقول إن هجمات أنقرة انتهاك صارخ للقوانين الدولية. أحزاب سياسية تدين هجمات الاحتلال التركي وتطالب بفرض منطقة حظر جوي في شمال وشرق سوريا. قسد ومجلس منبج العسكري وقوات جبهة الأكراد يعلنون عن عمليات عسكرية رداً على الهجمات التركية. قصف إسرائيلي يستهدف مواقع لقوات الحكومة السورية بريفي دمشق وحمص بالتزامن مع قصف مدفعي بريف القنيطرة. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن المفاوضين سيجتمعون خلال الأيام المقبلة لبحث التوصل إلى هدنة في قطاع غزة. رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يقول إن السلاح ينبغي أن يكون بيد الجيش والدولة.